ازيكم؟ النهارده هشرح لكم زراعه الذره في البيت. الذره من العائله النجيليه، وهو من النباتات المهمه جدا اقتصاديا، بيستخدم كغذاء للانسان وكمان علف للمواشي والطيور. دوره حياه الذره من بدايه انبات البذره لحد انتاج الثمره اللي هي جوز الذره بتبقى فتره من 3 ل 4 شهور، وانسب وقت لزراعته هو في شهر ابريل ومايو. تابعوا معايا لنهايه الفيديو، هنتابع نمو نبات الذره وهنعرف ازاي نهتم بيه لحد ما ينتج لنا الثمرة. انا محمد الخطيب ودي قناة شادلة. قبل ما نبدأ حابب اعرفكم ان الفيديو ده متصور في خلال 3 شهور علشان اوريكم مراحل نمو نبات الذرة، فاخد مني مجهود كبير جدا، فياريت لو تشجيع صغير منك بلايك واشتراك وشير هيفرق معانا جدا. وفي البداية كده محتاجين بذور الذرة، نقدر نجيبها من العطار او ممكن نجيب كوز ذرة ونجففه في الظل ونفصص منها البذور عادي جدا، بس انا هنقي البذور من كلفة الحمام اللي هي خليط الحبوب بتاعه. بذور الذرة ليها اكتر من لون، فيها الاحمر والابيض والاصفر، لكن الشائع في مصر هي الذرة الصفراء، ودي اللي هنزرعها ان شاء الله، وده شكل البذور اكيد كلكم عارفينها. دلوقتي هنزرع البذور بطريقتين، الاولى اننا هنزرعها مباشرة في التربة، والتانية هننبت البذرة الاول في المية. في الطريقة الاولى هنجيب الصيص مقاسه 13 سنتي وهنملاه بتربة متكونة من بيتموس ورمل وطمي ومتسمد بكمبوست. بعدين هناخد البذور وهنزرعها في التربة مباشرة وعلى عمق 2 سنتي. انسب وقت لزراعة الذرة من البذور هو في شهر ابريل ومايو، وبيتم الحصاد بعد حوالي 3 شهور من زراعته، يعني خلال شهر يوليو واغسطس. وبعد ما زرعنا البذور هنسقي كويس جدا، وبكده انتهينا من الطريقة الاولى لزراعة الذرة. والطريقة التانية هنحفز البذور الاول انها تنتج جذور، فهنجيب طبق وهنحط منديل قطن، وبعدين هنحط البذور ونخلي فيه مسافات ما بينها، وفي النهاية هنغطي البذور بمنديل علشان تبقى الرطوبة محوطة البذرة من كل ناحية، وكمان نمنع عنها الضوء. بعدين هنرطب المناديل كويس جدا، وفي النهاية هنحط البذور في مكان دافي لان الحرارة بتأثر على سرعة التجذير. وبعد 3 أو 4 ايام هنكشف عن البذور، وزي ما انتم شايفين البذور طلعت جذور الحمد لله. ومش قدامنا دلوقتي غير اننا نزرعها بنفس الطريقة اللي زرعنا بيها البذور على طول في التربة. وبعد اسبوع هنلاقي المجموع الخضري ظهر الحمد لله، ومفيش اي فرق بين الزراعة بالطريقتين، الذرة في القصيصين كبروا بنفس المعدل. وطبعا بما ان المجموع الخضري خلاص ظهر الحمد لله، هنحط القصيصين في مكان بيوصل له اشعة الشمس المباشرة، وبعد كمان اسبوع هنلاقي شتلات الذرة كبرت، وفي الحجم ده نقدر ننقلها في قصيص اكبر. واحدة هننقلها في جردل كبير والتانية هنزرعها في الارض المستديمة، وهنشوف الفرق في نهاية الفيديو. ده جردل لو فاكرين زرعنا فيه الطماطم، وعملنا سلسلة من 3 حلقات عن زراعة الطماطم في البيت، فهو حظه حلو معانا لان الطماطم اثمرت فيه حوالي 3 مرات. والتربة اللي في الجردل ده متكونة من رمل وطمي، وكنا مسمدينه بكمبوست نباتي حيواني. هنشيل نبات الطماطم اللي كان مزروع فيه وهنقلب التربة كويس جدا. بعدين هنضيف سماد الفيرمي كومبوست كسماد محسن للتربة، وهيزود لنا البكتيريا النافعة فيها، ودي طبعا خطوة اختيارية، يعني ممكن ما تعملش كده. وهنجيب القصيص اللي زرعين فيه شتلات الذرة وهنضغط من كل جانب بالراحة، وبعدين نقلبه بالشكل ده علشان نطلع النبات بالتربة من غير ما تتفكك او الجذور يوصل لها الهواء. وزي ما انتم شايفين الجذور كبرت ومحتاجة مكان اكبر تتزرع فيه. هنحط الشتلات في التربة ونحاول نفرق بينها من غير ما نضر الجذور. بعدين هنضيف رمل او اي نوع تربة علشان نغطي اي جذور ظاهرة. بعدين هنسقي كويس جدا، وبعد 5 اسابيع من زراعة الذرة من البذرة، وبعد ما النبات وصل طوله حوالي 30 سنتي، دلوقتي نقدر نسمده، وهنسمده بسماد
كومبوست نباتي حيواني، فهنحط شوية على سطح التربة وبلاش نحفر ونحطه لان الجو حر جدا، وبكده الكومبوست ممكن يحرق لنا الجذور، فهنكتفي نحطه على سطح التربة، وهنكرر العملية دي كل اسبوعين. وبعد 7 أسابيع النبات وصل للحجم ده بسبب انتظام الري والتسميد، وطبعا التلات شتلات دول صعب جدا يستفادوا من السماد مع بعض، والجذور هيبقى فيها تنافس بينها على المية والسماد، والكل هيخسر بالتنافس ده، فهنختار أضعف شتلة وهنشيلها. ولو وصلت للمرحلة دي من الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك تشجيعا ليا اني اشرح زراعة نباتات تانية، ويبقى خد جولة في فيديوهاتي اللي فاتت هتعجبك ان شاء الله. وبعد ما خففنا الشتلات هنسمد بسماد كومبوست نباتي حيواني وهنسقي كويس جدا، وبعد 3 شهور هنلاقي الذرة اللي زرعينها بدأت تطلع النورات الزهرية. وبالمناسبة نبات الذرة يعتبر وحيد المسكن، بمعنى فيه نورتين زهرية، واحدة مذكرة وواحدة مؤنثة، وفايدتهم ينتجولنا كوز الذرة او العرنوس اللي بناكله. النورة الذكرية بتطلع في قمة الساق زي ما انتم شايفين، وبيبقى اسمها الشواشي، وبتتكون من سنابل، والمؤنثة بتطلع في قبط الورقة اللي تحتها، وبيحصل بينهم التخصيب وبتتحول النورة المؤنثة لكوز الذرة. وهتلاقوا في الشتلة اللي زرعناها في الأرض المستديمة واضحة أكتر، النورة الذكرية فوق والمؤنثة تحت، وحصلت ما بينهم عملية الإخصاب، والكوز بدأ يظهر ويكبر. وطبعا معدل نمو الذرة في الأرض المستديمة أسرع لأن الجذور واخدة راحتها. بس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك. محتاج تشجيع لأن الفيديو ده أخد مني 3 شهور علشان نتابع نمو النبات لحظة بلحظة مع بعض. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك. Thank you.